هنا هاورسك بلدة عراقية تقع على بعد 35 كيلومتر غرب دهوك وعلى مقربة من منطقة زمار التي تبعد 70 كيلومترا غرب الموصل، سكانها من الأرمن العراقيين في ظل ما يشهد العراق من أحداث، ومع اقتراب خطر داعش من حدودها خلع رجال هاورسك ثياب عملهم وتركوا حقولهم وارتدوا ثياب الحرب وحملوا السلاح، يحرسون أرضهم بما أمكن وبما أوتيوا من قوة. احنا متطوعين مستوعين للدفاع عن قريتنا وبنفس الوقت دفاع عن حدود القرى القريبة علينا. احنا قريبين من المي، فالخطر الوحيد هو قريب علينا المي، هم بذاك الجانب احنا بهذا الجانب، نساند قوات بيشمركة البطلة بدون اي مقابل، هذا وطننا وهذا ظرف خاص. ينسق هؤلاء الرجال مع قوات البشمركة ويؤكدون على العلاقة التاريخية التي تربط أرمن العراق بأكراده. أبانا وأجدادنا واعدوا برزاني بأن يكونون سند له، وإحنا من واعد باسم أهل قرية هاورسك وباسم كل الأرمن الموجودين هنا، أواعد الرئيس مسعود برزاني نكون سند لأبطال البيشمركة وحاضرين لأي واجب، مقتنعين بأنه هذه الأرض ملك أجدادنا، والمسيحيين مو غربوا عن الأرض، المسيحيين هم ناس أصلاء وهم صاحبين حضارة وصاحبين تأثير على هذا المكان، فمن المؤسف أن يفكرون قسم من جماعتنا بكل سهولة، أن يتركون أراضيهم، يتركون ممتلكاتهم، يتركون أرضهم ويسافرون إلى بلاد غربة. هؤلاء الرجال الذين يدركون أن ميزان القوى مع داعش غير متكافئ، لكنهم يرفضون في الوقت ذاته مغادرة أرضهم ويعتبرون أن لا خيار أمامهم سوى حمل السلاح وحماية البلدة التي تعيش فيها نحو 90 أسرة من الأرمن.